عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد، كش جديد، مغامرات جديدة وتضييع طير جديد اليوم. طبعا يا أخوان، اليوم قبل ما نبلش بأي إشي بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت تحط لنا لايك للمقطع قبل ما نبلش وقبل ما أنت تنسى، وإذا مش مشترك بالقناة يا ريت تشترك. طبعا يا أخوان، زي ما أنتم شايفين أنا قاعد بصور، الدنيا ليل. طبعا شو صار معنا اليوم؟ طلعنا الحمام، كل الحمام الراس الثاني وسوقناه. طبعا اليوم الحمام ما قصرت بالمرة يا اخوان، يعني كانت فعلا صواعق صواعق واشي برفع الراس. صار معانا اشي اللي هو في طير ضيعناه. طبعا الاغلب عرف امبارح نزلنا حلقة انه في طير ضاع. شو هو؟ اليهودي الازرق. طيب ليش ضاع اليهودي؟ كيف ضاع؟ وشو اللي خلاه يضيع؟ طبعا يا اخوان الصراحة خليكم تشوفوا المقطع ان شاء الله، وتعطونا رايكم بالمقطع ان شاء الله اذا بيعجبكم. خليكم معانا ناخذ جولة تفقدية على الحمام قبل ما شو قبل ما نطلعها. طبعا هي يا اخوان هون جماعة المقاصيص كلها، هذا البالون التعبان على جناي وصحصح الحمد لله. طبعا هون يا اخوان هي الراس الثاني اللي راح نكشه هسه، هاي الشباب الطيبة كلها، هاي الوحوش، هاي الوحوش، هاي اليهود الأزرق النمرود اللي بضل يقطع من الحمام. شوف بوز الأحمر كيف متخبي ورا العمر الأحمر. هاي أخوان الراس الأول، هاي الراس الأول، هاي كله موجود وقاعد شو متأهب. طبعا يا اخوان الشخشين اللي هذا انا ما بطلعه بالراس الاول، ولكن عشان مفندق بشيله من الراس الثاني، بس يجي موعد الراس الاول برضه بشيله. فهمت علي كيف؟ الشخشين اللي هيو اخو الشخشين الازرق هذا شايفينه، طبعا هو مفندق عشان هيك انا بشيله ما بطيره بالحمام. هسه راح افتح عليهم. الحمام كلها طلعت، شو ضل هون يطلعوا هيك فول اوبشن. صارتك عامل التليفون فوكس، خلينا نرجع. هاي الحمام طلعت يا اخوان كلياتها. طبعا شو اليوم الجو صحيح حلو وشمس، بس يا اخوان يعني الجو مغبر شوي، يعني في غبرة. الحمام يا قلبت طلع، هسه تبلش شو تعلو. يلا اقلبي وش اقلبي، وعلى الارض ايش لا تنزلي. اليهودي الازرق لابس فيها بالعاده، كان شو يعمل يا اخوان؟ اول ما تطلع الحمام يقطع يفلت لحاله ويمشي. هاي خدنا معه خطه 4-2-2 صار يقعد. هاي طلع ما شاء الله. هسه راح اشد لكم عليها، هي اصلا شاده هي قاعده بتقالب وغبر كيف. هاي طلعت جوا. طبعا يا اخوان الحمام قاعدة بتقالب، يعني رايحة جاي جاي رايحة. طلع 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 طلع، هي قلبت لجوا، هاي الحمام دعسة لجوا من هاي. طلع طلع فايتة ودعسة في وجهها، في وجهها ما عندهاش مرمحيني ابدا. اشي طلع طلع صارت طلع يا طلع ما شاء الله يا اخوان.
شايفين كيف قاعده بتقلب جوا ولا الها دخل؟ انا شوي هي قلبت على اليمين، وين راحت هي؟ هي قاعده ترمح، وين راحت؟ انا بطلت شايفها. هيا هيا وين راحت؟ طلع يا اخوان وين صارت؟ طلع 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 طلع، مش عارف اذا شايفينها ولا لا عشان الجو مغبر. طلع وين دعست؟ يي وين صارت الحمام؟ هيا 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 شايفينها؟ طلع 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 هي عند الجامع، عند الجامع. طلع ما شاء الله، طلع شايفين وين؟ خلاص طلع طلع كيف قلبت، طلع راحت من هون قلبت هيك وهيك هيك، طلع طلع هي 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 بترمح جوا فوق المدرسة. هي طلع طلع ما شاء الله يا اخوان، والله كفو عليك. ارمحي ارمحي، يلا بدي لم بدي لم، هيك زي القشاطة تلمي للدنيا كلها وترجعي. هسه يا اخوان راح اشوف استرجع، صار ما يكونوا قاطعيننا، صرنا ساعة بنعك. لا باطل، إذا بنقطعونا هسه تشوفوا. هيا هيا قاعدة بتيجي. هيا هيا. هي شوف الكسرة اللي عندي. هسه بتيجي. خليكم نشوف. راح تيجي وشو محملة. هيا هي ردت رجعت محل ما اجت. طلعوا يا اخوان. أنا بس هيا هيا. وين راحت؟ أنا مش شايفها. هيا هيا. طلعوا محل ما اجت قاعدة بترجع. خلنا نشوف هسه بس ترجع. وين شو جابت الحمام؟ جابت قطعة زواجل. هاي الحمام طلع 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 اخلط الزواجل. طلع طلع يا اخوان قطعة زواجل. راح ايش معها؟ مش النا اللي راح؟ النا 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 ايش هو اللي راح؟ اي اي اه والله فلت على الشمال شايفه؟ طلع طلع يا اخوان قطعة زواجل بترمح. اي اي هذا 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 الطير؟ تعال يا اخوان شايفين؟ اذا علاء بده يخلط زواجل شو ضل؟ طلعوا طلعوا الزواجل ترمح رمح. طلع شو عمل بالزواجل علاء. والله هربوا يا زلمه، انا بظهره بصرت. وين راح وين راح؟ طلع 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 يا اخوان طلع الزواجل ترمح رمح. ليش برجع شايفه؟ شايفه هاي الحمام طبعا يا اخوان. هاي هاي رجع 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 الزواجل رجعوا هليكوبتر. هاي رجع طلع هاي خليهم خليهم بس يوصلوا هون. اسمع فوق السطح اذا وصلوا، والله ما هم مسترجين يوصلوا. طلع هربوا لتحت. طلع ايهم ايهم يا اخوان. هاي الحمام طلعوا الحمام متقالب تحت. الزواجل يا اخوان راحت اختفت عبر سبيل الزواجل. هاي الحمام حطم الحمام. انا ما توقعت ترى، ما هو مشروع يهودي انطقوا على طلع كيف، هو مشروع يهودي ما اكتملش حزين. طلع طلع هاي شايفينه؟ طلع هو مشروع يهودي يعني هذا الكتف اشوى من الكتف الثاني. لا لا لف لف هيك منظرك شنع، بالله لف لي على الكتف الثاني. طيب يا اخوان شو عاد بلا يا اخوان، والله زي ما قلت لكم والله لما تفتح على نوع طير يا اخوان والله بتضلها فاتحه. شو القصه يعني؟ هو ما لحقش يهودي بس يعني من الفصيل. تعي 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 والله شكله بده يحط زي السلبندر بس حشيل من الحمام بيوجوا عليه. تعي 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 داي وينه؟ ايوه شايفوه عند الخزلان. اي بس هي رد رد فز رد فز. طاك حمام لحقته شايفينه؟ ايوه بس والله طويل. اه بس مطقوع كثير مدرب على ظهره. هاي راح خلط منين؟ خلطه؟ اي خلط تحت يا اخوان. طلع الحمام فزت، اول ما فز الطير لحقته الحمام وراه وراه على الدعسه. نشوف اذا راح تجيب شيء ثاني. طيب اخوان اليوم الحمام في كثير دايره والله مش عارف ليش. في كثير حمام داير اليوم. شو القصه بتعرفش؟ هسه راح ايش نطلع بالحمام مره واحده كلها لانه لسه في على الارض هون. حنطلع بالحمام. زي ما شفتوا هيك بكون وصلنا لنهايه المقطع.
طبعا يا اخوان زي ما شفتوا اليوم يعني صار معانا اكثر من شيء، في قطعه زواجل مرقت من الحاره يعني تقريبا تحكي 80 زاجل، عملوا كركبه بالحاره، الحمام ساقت، شفتوا لوين ساقت؟ على الجبل الثاني وابعد. اليهودي زي ما انتم عارفين يعني بفلت صار له فتره. يا اخوان شو الفكره انه اليهودي قاعد بفلت او ليش ضاع؟ شوفوا علي، اليهودي يعني احنا عملنا كل شيء معه، حطيناه على الطيارة، نزعناه، نشرناه، اعطيناه وقته، وعيناه على السطح، وكشيناه بالحمام. بس الفكره يا اخوان انه اليهودي فجر، اليهودي يعني بده طيره، بدك تحطه على طيره، وانا عندي هون اذا انا اليهودي بدي احطه على طيره ما بينفع. ليش ما بينفع؟ لانه زي ما شفتوا الحمام كلها بتسوق، ما عندي انا طير اكشه بالحمام يقعد يتردوح فوق البيت. يعني الحمام اللي عندي زي ما انتم شايفين مش شغل برمه او تردح فوق الدار، شغل سواقه الحمام. الطير اللي ما بده يسوق فيها يعني يروح يضيع احسن له، لاني انا عندي ما بحطه. فهذا اللي صار معانا. كثير ناس بتقولي لازم زقيته، لازم حطيته على طيره، صبرت عليه. ماشي الكلام صحيح، الطير بالاول والاخير بقعد، انا بقول لك انه بقعد وما بدور او ما بفلت، بس انا الطير لما اعمل معاه هاي الامور اكيد راح يصير يتردوح فوق البيت ومش راح يسحب مع الحمام. يعني ممكن يلف لفتين ثلاث بعدين يرجع يردح فوق البيت فوق الرفصة ويحط، طبعا هخرب الحمام كلها. فالطير اللي زي هيك انا ما بحطه عندي. طبعا الله بيعوض بالطير، وان شاء الله منجيب اللي جاب طير بجيب 100 غيره. الموضوع يا اخوان مش موضوع لا سعر طير ولا انه الطير حلو او مش حلو، لا، الموضوع انك انت بدك حمام قوية تحطه على السطح، تعلف حمام، تتعب على حمام، تكش حمام، تكون عارف انه حمامك مراجل وبتسوق وقد حالها. اللي مش قد حاله انت نفسك بدك شي اياه، يا بتبيعه يا يضيع احسن، يا تكبه يا تعطيه لاي حدا، غير هيك ما تحطه عندك على السطح. هيك يا اخوان وصلنا لنهاية المقطع، ان شاء الله يكون المقطع عجبكم. طبعا يا اخوان الدنيا ليل زي ما حكينا لكم، لانه احنا استناه لاخر الليل، طبعا ما اجى خلص، اذا ما اجى عندي اليهودي يعطيه العافيه، سلم والله يبارك له للي صاده يتهنى فيه. يعطيكم الف عافيه يا اخوان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.